اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا، ورحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم رياضه المراه مع ابرز واهم الاحداث الرياضيه والفعاليات على صعيد الرياضه النسائيه. المراه الاماراتيه تواصل رحله التالق على الحقل الرياضي، وكاميرات برنامجنا تلاحق ابداعاتها فتاتي بالحصيله التي نوجز معالمها في سطور العناوين التاليه. بعد خروجهن بالبرونزيه في بطوله رياضه المراه، لاعبات الأبيض لتنس الطاولة يجرين تدريبات مكثفة لخوض منافسات بطولة الأندية العربية القادمة. أسباب معاناة الرياضة النسائية في المشاركات الخارجية وضعف الإعداد على المستويين الفردي والفرقي. وأخيرا ختام مميز لبطولة الأهلي للكاراتيه على أرض الإمارات بمشاركة 900 لاعب ولاعبة والانطباع الإيجابي للمشاركين والحضور. غادرت بعثة فريق الشيخ السعيد بن طحنون آل نهيان لسيدات كرة اليد متوجها إلى فرنسا للمشاركة في بطولة إفري 2000 الدولية لسيدات كرة اليد، والتي تستمر حتى 9 أبريل الجاري بمشاركة 3 فرق فرنسية وأوروبية إلى جانب فريق جزائري. أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات 2017 عن انطلاق الحدث في مدينة العين من 6 وإلى 13 أبريل الجاري، وذلك بمشاركة 100 رامية يمثلن 28 دولة في مختلف الأسلحة. ناقش المكتب التنفيذي للأولمبيات المدرسية استعداداً للنسخة الخامسة من البرنامج الطلابي الرياضي الذي يستهدف الطلبة المميزين رياضياً على مستوى الدولة من أجل صقل قدراتهم ومهاراتهم على أفضل نحو ممكن في مراكز التدريب الموزوعة على الإمارات كافة. بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في إمارة دبي على مدار 3 أيام، سيطر الحماس والإثارة والقوة أجواء البطولة، وإن لم تكن المشاركة الإماراتية بالمستوى المطلوب، لكن غالبية نجوم اللعبة في العالم أبدوا إصرارهم على العودة من جديد للمشاركة في النسخة القادمة. نتابع. ختام دور ممتاز للكاراتيه الذي استضافته إمارة دبي على مدار 3 أيام جاء مميزا للغاية من حيث التنظيم. جدد الاتحاد الدولي للعبة ثقته بقدرة البلاد على استضافة بطولة فريدة، فهذه النسخة الثانية على أرض الإمارات، وانطباع المشاركين والحضور جاء إيجابيا للغاية. 900 لاعب ولاعبة من 77 دولة، وهي الجولة الرابعة للدور الممتاز بعد فرنسا وألمانيا وهولندا. الحمد لله كان في توفيق ان العدد رائع، الحضور رائع، وهذا جعل الاتحاد الدولي يقرر في اول يوم بعد رؤيته للاحداث ان يقيمها السنه القادمه وفي نفس التوقيت في اماره دبي. في النهائيات فازت الاسبانيه ساندرا سانشيز بالمركز الاول لكاس السيدات، وفي منافسات الكوميتي اقل من 50 كيلوغراما فازت الأسترالية بيتينيا بلانك، وفي أقل من 55 كيلوغرام نالت الإيرانية فاطمة شالاكي أول المراكز، وفي أقل من 61 كيلوغرام خطفت أنيتا سورجينا من أوكرانيا ذهبية. أنا أتيت من الأذربيجان، الأجواء هنا رائعة، الصالة ليست بالحجم الكبير لذلك أحب المنافسة عليها. إنها المرة الأولى التي أتي هنا في دبي، الأجواء التي تحيط بالمنافسة رائعة للغاية، وأعتقد من وجهة نظري إنها واحدة من أفضل جولات البطولة التي شاركت فيها هذا العام، فهناك 11 جولة، وهذه واحدة من الجولات القوية هذا العام، وسعيدة لكوني منافسة في أحداثها. بإسدال استتار على واحدة من أهم بطولات الكاراتيه من حيث العدد والنوعية، فإن الخلاصة النهائية التي يمكن الخروج بها
بعد 3 أيام من اللعب الحماسي والإثارة والقوة والندية هي أن غالبية نجوم اللعبة عبروا عن امتنانهم لحسن الاستضافة. للحديث أكثر حول بطولة الدوري العالمي للكاراتيه ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور والسرور. أستاذ، 5 لاعبات من دولة الإمارات هم عدد المشاركات في هاي البطولة العالمية، شو سبب ضعف الأعداد؟ أي بالنسبة للمنتخب الإمارات طبعا احنا عندنا مشاركة كانت مجموع 5 بنات اللي عندنا طبعا توزعوا على مسابقتين، اللي هو مسابقة الكوميتيه اللي يعتبر قتال زي حورة العجمي، وعندنا مسابقة الكاتا اللي هي الاستعراض بالنسبة للحركات القتالية. عندنا 3 بنات كانوا مشاركات بالفريق الجماعي. إنزين أستاذ، شو بتضيف هاي البطولة للاعبة الكاراتيه خاصة للاعباتنا؟ هي الإضافة طبعا البطولة البريمير ليج أو الدوري العالمي تعتبر من ثاني أقوى بطولات في العالم، بحيث ان البطوله الاولى هي بطوله العالم، والبطوله هذه الثانيه لان هذه الدوري مش بطوله ك بطوله واحده والموضوع يعني او مثلا الانجازات تنتهي، لا، لان هاي جولات والجولات هذه فيها نقاط، والنقاط هذه بيكون رانكينج للاعب، اي تصنيف للاعب، وبالتالي اللاعب لما يخلص الجوله هذه مستعد للجوله الثانيه بيكون، فبالتالي يكون في هناك تنافس قوي على الـ على الـ على الوصول للتصنيف او النقاط، الحصول على النقاط، وخاصه من السنه الجايه ان شاء الله 2018، لان النقاط هي تحتسب للاعب اساس يتاهل للاولمبياد. عشان كذي يكون بطوله الدوري العالمي دائما من ثاني اقوى البطولات في العالم. نعم، يعني هل ممكن ان نشوف لعبه الكاراتيه معتمده في المدارس الحكوميه، ان الهدف منها ان نحن نستخرج جيل جديد من المواهب؟ نعم، لان احنا ان شاء الله باذن الله في اليه عمل بين 3 جهات اللي هي وزاره التربيه واللجنه الاولمبيه واتحاد الكاراتيه، ان شاء الله باذن الله في اليه عمل كيفيه يعني ان شاء الله باذن الله يكون فيها مخرجات بالنسبه للاعبين او لاعبات للمنتخب باذن الله. ان شاء الله، يعني اليوم نحن نقدر نقول لعبه الكاراتيه اصبحت خلال السنوات الاخيره ضمن الرياضات اللي تحظى باولويه على المستوى الرسمي. كل الشكر للأستاذ محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه. شكرا. وضمن الألعاب الرياضيات القتالية، أكد اتحاد الإمارات للجيجيتسو أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيجيتسو والتي تنظم من 10 إلى 23 أبريل الجاري تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تجسد مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجيجيتسو ومقرا عالميا للعبة. بعد حصولهن على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة رياضة المرأة لدول مجلس التعاون، يستعد منتخب الإمارات لتنس الطاولة لتدريبات مكثفة لخوض استحقاقات قادمة من بينها بطولة الأندية العربية التي ستقام في الإمارة الباسمة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بعد خروجهن بنتائج متواضعة في بطولة رياضة المرأة لدول مجلس التعاون، يستعد منتخب الإمارات لتنس الطاولة لخوض استحقاقات قادمة من بينها بطولة الأندية العربية والتي ستقام في الإمارة الباسمة. احنا الحين نتدرب حق ان شاء الله بطولة الأندية العربية اللي بتكون في الشارجة ان شاء الله. نتمنى ان نأدي بمستوى احسن ونشرف يعني الشارجة ونادينا بمستوى احسن ان شاء الله. وحول برونزية البطولة الخليجية، اوضحت نورا المازمي لبرنامج رياضة المرأة ان اللاعبات كنا يطمحن لنيل المركز الاول والعوده من الدوحه حاملات لذهب الميداليات او الفضيه على اقل تقدير، غير ان المركز الثالث كان من نصيبهن بعد ان حاولنا وعملنا بجد.
اللي نقصنا فيها في قطر يمكن كان استعدادات اللي هي قبل، ما كانت صراحة استعدادات قوية يعني لهالبطولة نفسها. كان بس أسبوع قبل يعني تمرنا في نادي النصر، بس إن شاء الله يعني نتمنى أن في البطولات الجاية نتدرب أكثر، تكون في مخيمات مكثفة من حيث نحن نأدي يعني مستوى أحسن إن شاء الله. ميساء عبد الله لاعبة الأبيض أكدت أنها وزميلاتها يجرين تدريبات مكثفة بهدف التهيئة البدنية ورفع مستوى اللياقة لدى المجموعة، مع الالتزام بتعليمات المدربة والتركيز على الأخطاء التي ارتكبت سابقا، حيث ستكون المنافسة في بطولة الأندية العربية القادمة أكثر ندية، ومن المتوقع أن تشهد المباريات مستويات متفوقة من المشاركات. شاركنا في بطولة الخليج في قطر، كانت تنظيمها وايد رائع، بس نحن كان ناقصنا الاحتكاك مع يعني فرق أقوى، لأن تجهيزاتنا تكون بس داخل الدولة وفي نادينا بس، يعني ما عندنا مشاركات خارجية، ويعني تنحصر البطولات بس مع الجاليات الموجودة في الدولة. فإن شاء الله تجهيزاتنا للبطولة العربية بتكون يعني خطة تدريبية جديدة، وبيكون كل شيء متغير إن شاء الله. يعني نحن ياسين نتعب على عمرنا يعني في التدريب، ملتزمين إن شاء الله. تأمل ممثلات المنتخب الإماراتي لتنس الطاولة أن يحققن إنجازا فريدا في الاستحقاق العربي، يضاف إلى رصيد خبراتهن وخزينة الكؤوس والميداليات. كل التوفيق للاعباتنا، نتمنى نحن نشوف تميز وتفوق لهم في البطولات القادمة. وضمن أخبارنا الرياضية، كشفت عضو الاتحاد العربي لكرة الطائرة ورئيس اللجنة النسائية بالاتحاد الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عن رؤيتها للفترة المقبلة تحت مظلة اتحاد كرة الطائرة، حيث يعمل الجميع في إطار الأسرة الواحدة، وهناك توجيهات إلى المزيد من الاحتكاك الخارجي بجانب مشاركات اللاعبات مع أنديتهن في البطولات المحلية داخل الدولة. ما حققته البعثة الإماراتية للسيدات في بطولة رياضة المرأة التي أقيمت مؤخرا في دوحة العرب لم يكن مراضيا لمتابعي الرياضة النسائية، فهل باتت معاناة رياضة المرأة في المشاركات الخارجية وضعف الإعداد وقلة الموارد المالية أمرا شبه متكرر؟ ولماذا لا يتم إخضاعه لطاولة البحث والدراسة لإيجاد حلول بدلا من الشكوى بعد كل مشاركة خارجية؟ العديد من الأسئلة طروحها في تقاريرنا التالية. الفرحة بحصيلة المعادن في الدورة الخليجية الخامسة قد يجعلنا نفاخر ب 32 ميدالية كان البرونز هو سيدها، ولكن بلغة العقل والمنطق فإن الحصيلة بالمقياس الخليجي لا تسمن ولا تغني من جوع. الألعاب الفردية جاءت بجزء من الطموح، ولكن ليس بما كان مخطط له في بعض الألعاب التي تراجعت في منسوب أدائها. كذلك لم ترتقي الألعاب الجماعية لمستوى الطموح المنشود، فكرة اليد والسلة اكتفت بالمركزي الثاني والثالث، الأمر الذي فرض السؤال الأهم في الحصيلة، وهو هل خرجت النتائج بحصيلة لم تكن على قدر ما بذل من فترة إعداد، أم الإعداد لم يؤهل لأكثر من إنجاز. الحقيقة تقول بأن المقياس الخليجي لا يصنع الأبطال، وبالتالي الطموح من خلاله لابد أن يكون المركز الأول، ودونه يعني بأن رياضة المرأة ما زالت تحبو في مسيرة الإعداد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة منى الشامسي رئيس الوفد الإماراتي في الدورة الخليجية الخامسة التي أقيمت مؤخرا في الدوحة. الأستاذة منى الشامسي مساء الخير. مساك الله بالنور والسرور أختي رشا. نرحب فيك في برنامج رياضة المرأة. نرحب فيك ونرحب بالأخوة الحضور يا عزيزتي.
استاذة منى، التقرير طرح العديد من الأسئلة، خلينا نبدأ بالألعاب الجماعية، ما قدمت مستوى الطموح باستثناء الطائرة، شو كان السبب؟ عزيزتي، أولا بس أنا حابة أوضح شيء واحد، أن الألعاب الجماعية بغض النظر عن الطائرة أنا أشوفها أن قدمت أعلى مستوى النجاح. فإذا بتسأليني مثلا يعني ليش هو يعني شايفتنها أعلى مستوى النجاح، الجهود اللي أنا شفتها من اللاعبات في الألعاب الجماعية وحرصهم على تحقيق أعلى مستوى النتائج. أكيد، يعني لين آخر لحظة هم كانوا يسعون. نعم. يعني هل المعسكرات والتدريبات اللي بذلوها داخل الدولة بناتنا كانت كافية أنهم يحصلون هذا الإنجاز؟ عزيزتي، أنا أشوف أن بنت الإمارات ولله الحمد، صحيح أن اليوم المعسكرات التدريبية لها دور في تحصيل المستوى أو النتيجة للاعب، لكن الحمد لله اليوم بنت الإمارات طافت مستوى حتى معسكرات التدريب، لأن داخلها طاقة إيجابية وهي قدرت تستغلها. صح، يعني هل هناك كان مشاكل واجهت اللاعبات أثناء البطولة؟ شوفي عزيزتي، نحن ما نقول مشاكل، نحن في النظام الرياضي نقدر نقول أن عوائق، وما في أي رياضة تخلى من أي عائق، والحمد لله نقدر نقول نحن مش بس اللاعبات أو مش بس السيدات، اليوم نحن شعب يسعى لتحقيق المركز الأول بكل إيجابية. أكيد. والعوائق دائما بنت الإمارات قادرة أنها تتجاوزها وتتغلب عليها بكل سهولة، والدليل تحقيق الحمد لله 32 ميدالية ملونة لجميع الفئات اللي كانت مشاركة في هذه الدورة. الأستاذة منى الشامسي، رئيس الوفد الإماراتي في الدورة الخليجية الخامسة لرياضة المرأة، نشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة. يعطيك الصحة والعافية عزيزي. الله يكرمك. الحديث حول هذا الموضوع يطول، لكن احنا نبغى نتكلم اكثر عن السلة اللي خرجت من البطولة حاملة المركز الثالث والميدالية البرونزية. الأستاذة ميثا بنضاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، رئيس اللجنة النسائية، معنا الحين في الاستديو. مساء الخير أستاذة ميثا. مساء نور حبيبتي قلبي. ما شفناك من عقب قطر. شو نسوي، والله مشغولين بالاجتماعات وشي في الاتحاد. يعني عندكم بطولات ثانية قبل؟ ايه عندنا كأس أم الإمارات. ايه ان شاء الله نسوي فيها. لا الحمد لله، بدينا الأسبوع الماضي يوم الجمعة لعبوا فريق سيدات الشرقية ضد فريق سيدات الوسطى، الحمد لله تأهل الوسطى وبيلعب هالجمعة ضد سيدات الشارقة في مباراة ثانية بتكون النصر ضد الشباب. إن شاء الله الله يوفقكم. إن شاء الله حبيبتي. أستاذة ميثا، 12 لعبة مثلوا منتخبنا الوطني للسيدات في كرة السلة، هل كان الاختيار صحيح؟ أول شيء بداية قبل يعني ما نختار اللاعبات، العدد يعني ال 12 لاعبة كنا مختارين 17 لاعبة، دشينا وياهم في إعداد داخلي وكان عندهم تدريبات صباحية ومسائية لين ما تقلص العدد، في حد استوى لظرف يعني عائلي وفي حد من الدوامات ما طاعوا يفرغونهم تي، وخلاص يعني صفينا على 12 لاعبة والحمد لله. الحمد لله، يعني المعسكرات كانت كافية حق بناتنا؟ لا بصراحة كنا محتاجين نكون في إعداد خارجي وداخلي، لأن الإعداد الداخلي بس كان بصراحة البنات إيون خلال التدريبات الصباحية والمسائية، وفي حد من اللاعبات بعد ما كانوا ملتزمات لأن دواماتهم، وحد من اللاعبات عندهم بزنس خاص ما كانوا يقدرون يتفرغون الصبح. أكيد. أستاذة ميثي، شو كيفية النهوض بهاي اللعبة النسائية؟ نحن بصراحة أنا أعتبر هالبطولة يعني علمتني وايد، اوكي، وحطيت يعني خطه مستقبليه. اول شيء انا اشوف انه لازم نسوي ورش ودورات تدريبيه يعني للطاقم الاداري والفني واللاعبات لتوعيتهم يعني ذهنيا واخلاقيا في ممارسه رياضه كره السله ما دام هم حبوا ومارسوا هالرياضه. الشيء الثاني واللي نحتاجه الدعم، سبونسر، عشان نرتقي برياضتنا، لأن تدريب بمشاركتنا ببطولة المرأة الخليجية جت فجأة، وكان عندنا إعداد تقريبا بس شهر واحد، والاتحاد بصراحة ما قصر ويانا، تكفل مصاريف بعض الفنادق للاعبات، بس نحن محتاجين يعني تكون تدريبات دورية ومعسكرات دورية، مو بس يعني قبل كل بطولة
بشهر والله بشهرين عندها إعداد داخلي والله خارجي. لازم أصلا في السنة يعني يكون في معسكر داخلي وفي معسكر خارجي. أكيد في خطة حق هالموضوع أنه مثلا يكون عندكم راعي رسمي لكرة السلة أو للتدريبات والمعسكرات اللي تطلعون فيها؟ أكيد في خطة، بس يعني الخطة مو يعني أني أنا بس كتبتها وحطيتها، لازم أسعالها، لازم أدور لي شخص أو شركة صدق تتبنى هالفريق، لأنه يمكن نحن يعني كرة السلة بصراحة أنا أعتبرها يعني لعبة مظلومة، مو بشرات مثلا كرة القدم عندهم رعاة وايد وسبونسر وايد سعولها، ونتمنى يعني نحصل دعم إن شاء الله. مثلا وين هاي اللعبة في المدارس؟ ليش ما نشوفها وايد؟ ليش ما يكون شيء أساسي مثلا في المدرسة؟ نحن بصراحة مفكرين نسوي بطولات تنشيطية في المدارس على السنة الجاية، بس نحن تشي والله تشي قبل في اجتماعاتنا يعني قلنا لكل نادي يكون لنا فريق براعم وناشئات وفريق أول، والحمد لله كل الأندية ملتزمة، وكانت عندنا بطولة براعم وخلصنا منها وبطولة ناشئات ونفس الشيء خلصنا منها. بس أنا أفكر بصراحة السنة الجاية يعني كل المناطق ترعى هاللعبة، كل مناطق الدولة، وفكرت يعني مسوي زيارات لمنطقة يعني لكل منطقة تعليمية من إماراتنا، بنكون لكل منطقة منتخب يمثل هالإمارة، وعقب بنسوي بطولات من بينهم بطولات مدرسية، ومنطلع إن شاء الله فرق يعني تمثلنا خارجه إن شاء الله. يعني حطيتوا خطة حق هذا الشيء ولا بعد؟ هي هي يعني ضامنين الخطة إن شاء الله إن شاء الله. ميثا زيادة عدد المنافسات مثلاً دوري مثلاً دوري السلة مثلاً من فترة لفترة، هل يزيد من صقل مواهب الفتيات في السلة مثل الدوري المحلي؟ أكيد أكيد هالشيء، لأن إحنا ما شاء الله دورياتنا مو ما توقف، بادين من شهر تقريباً من شهر 10 بطولة الثري أون الثري، وعقب دشينا بطولة الجامعات، عقب الدوري، عقب بطولة الناشئات ثري أون ثري، وبطولة البراعم ثري أون ثري، عقبها كأس أم الإمارات اللي بيخلص الأسبوع الجاي إن شاء الله، وفي الأخير إن شاء الله بنختمها بكأس المواطنات 3 on 3. الناشئين والبراعم لهم نصيب هذا الشيء؟ الحمد لله خلصوا وخذوا يعني هي وحين سوينا لهم بطولات. لا الحين خلاص وقفوا، بس الناشئات يقدرون يلعبون مع الفريق الأول. استحقاقاتكم القادمة ميثا شو هي؟ إن شاء الله في بطولة بتكون في مصر شهر 8 إن شاء الله، راح نحاول يعني بقدر المستطاع أنا نشارك فيها، وفي بعد بطولة 3 on 3 بتكون شهر 11 في الصين، وإن شاء الله إذا الله راد بنشارك فيها بعد إن شاء الله بإذن الله. الأستاذة ميثا بنضاوي عضو مجلس إدارة اتحاد السلة رئيس اللجنة النسائية، كل الشكر على حضورك معنا اليوم في الاستديو، وكل التوفيق لبناتنا. تسلمين حبيبتي والله ما قصرتي. فاصل ورادين خلكم ويانا. واخيرا اكدت عضو مجلس اداره اتحاد الامارات لكره القدم عضو اللجنه النسائيه في الاتحاد الاسيوي امل بوشلاخ ان مشاركه المنتخب الاماراتي للسيدات في التصفيات الاسيويه بطاجكستان ينتظر منها تقديم مستوى ايجابي ونتائج مرضيه من ابيض السيدات اللي نتمنى لهم كل التوفيق. وصلنا لختام مشوارنا مشاهدينا، نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار فقرات حلقة اليوم. موعدنا معكم يتجدد في الأسبوع القادم مع المزيد من الفعاليات والأحداث الرياضية النسائية، وإلى أن يحين الموعد أستودعكم الله.